صباح الخير سيادة الرئيس، صباح الخير على السادة الحضور. سعيدة جدا ان النهارده موجودة معاكم وسط نجوم قادرون باختلاف. هقدم لكم النجمات صاحباتي الحلوين وهم هيعرفوكم عن نفسهم. انا سامر حسيني، عندي 29 سنة، انا بطلة سباحة وبلعب في النادي جزيرة الرياضي. أنا راغد أحمد، أنا عندي 15 سنة، في تالتة إعدادي، بطل السلة وكاراتيه في مركز شباب لود الفرج. آمن يا عم، عندي 30 سنة. سلمى عندها حاجة مهمة هتقولها لكم. أنا عندي حاجة لازم أقولها قدام الريس، اللي أنا بصراحة ان انا بحبه جدا ونفسي اصلا اكون معاه في كل في القادرون باختلاف. انا عايزه اقول كل حكايه ليها ابطال، ابطال حكاياتنا مش احنا، ابطال حكاياتنا هم اهالينا، هم ماما وبابا. اهالينا اللي صدقوا فينا وامنوا بينا، قالوا لا للدكتور اللي قال هموت، قالوا لا للمدرس اللي قال مش هينفع نتعلم، قالوا لا لكل حد اتنمر عليا وقال اني ملوش لازمه. لا انا ليا لازمه جامده قوي، ليا لازمه جامده قوي. أكيد 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 ليكوا لازمة، أكيد. يمكن قبل ما أبقى أم لطفلين كنت شايفة إن دور اللي بيلعبوه الأهالي هو دور مهم، إنما النهاردة بعد ما بقيت أم بقيت شايفة إن دور عظيم ومبهر. إحنا كلنا كأمهات في لحظات بنحس إن إحنا هننكسر، هنقع، مش قادرين نقوم، مش قادرين نكمل، وبنبقى محتارين هناخد ونستمد القوة منين. أنا بحيي كل أم وكل أب موجودين معانا وقادرة أتخيل المشوار الصعب، قادرة أتخيل الدموع والانكسار، قادرة أتخيل الإحباط والألم اللي حضراتكم عديتوا بيه، وقادرة أتخيل التحدي والإصرار والقرار إنكم تكملوا. شكراً لكل أم وأب، هم الأبطال الحقيقيين، خلقوا أبطال حقيقيين. شكراً سيادة الرئيس إنك كنت مصدر دعم وقوة ليهم وطبطبت عليهم، شكراً إنك خليتهم يمشوا في الشارع رافعين رأسهم ومش مكسوفين ولا خجلانين، بالعكس هم فخورين بالأبطال اللي هم أنجبوهم. بفضل سعادتك، بفضل قادرون باختلاف، بقى كل أم وأب موجودين معانا وبرة فخورين باللي عندهم. منا حبيبتي هتقدم لنا النهاردة فيديو جميل هنشوفه مع بعض. فيديو أبطال الحكاية، فيديو أبطال الحكاية. لما بتكون جزء من عيلة بتبقى رسالتك في الدنيا ان انت تخلي بقية العيلة دي ما يشوفوش ولا يوم صعب، وتكتشف ان مفيش اي حاجة صعبة على الحب، بيحقق المستحيل. وفي زحمة الدنيا ما بيبقاش في وقت ان انا اقعد مع ابني اقول له انا بحبك، او ابني يقعد معايا ويعبر عن مشاعر. لما ربنا بيرزقك هدية ابن او بنت بتبقى انت عايز تتحول بالنسبة له للفانوس السحري، عايز تعمل له اي حاجة هو نفسه فيها، عايز تشوفه على الاقل مبتسم، عايز تحول حياته لحكاية جميلة. والنهارده هنعرف مين هو بطل الحكايه. بشوف نفسي قبليه واشوف بعديه بحس ان انا بقيت انسانه افضل بكتير قوي من الاول. ولادنا بيفرضوا نفسهم في المكان اللي هم موجودين فيه. بتحسسني بالحنان اللي في الدنيا كله لما بتترمي في حضني كده، ولا لما بكون تعبانه وتحط ايديها على دماغي كده. حنيت ياسين، طيبه ياسين، كل حاجه فيه شقاوته. أنا أبقى متضايق هو لي يلعبني. أنا أول مرة على فكرة أخرج فسحة زي دي في حياتي، يعني من ساعة السيسي ما مسك أحلى حاجة عملها هي الأولاد دي. دولة عملوا حاجة كويسة، اللي هم بدأوا يعملوا عملية دمج. بحس دلوقتي إن هم بدأوا يخشوا في نسيج، حتى نظرة الناس بقت مختلفة. تحس إن ياسين دلوقتي نجم حقيقة. أنا فخور بيه. عايز أشوفه ناجح، عايز أشوفه محبوب، عايز اشوفه ان هو يقدر يقول كلمه لا، يقدر يعترض،
محدش يستغله. هو انسان كده ربنا جعل لي ورزقني بيه ان انا امشي اتباهى بيه. هي بتخطف اي حد، هي متحيزه لاي حد، يعني هي تحسها كده هي بتحتوي اي حد قدامها، وبيبقى هو اللي محتاج حضنها. يعني مش هي اللي بتلاقي عندنا الامان، احنا اللي بنلاقي عندها الامان. هو ما اسمهوش احتياجات خاصه، هو اسمه قدرات خاصه. انا ابني مميز وانا مميزه بيه، علشان هو عنده حاجات ولا عندك ولا عندي ولا عند اي حد. اي حد بيتعامل مع ملك تديله يعني طاقه ايجابيه عجيبه، سواء بكلامها او بافعالها او بنظرتها حتى. بطلب من ربنا يمد في عمري اشوف ياسين ده حاجه كويسه يعتمد على نفسه فيها. الاطفال زي دي حتى لو اخت او حد مش هيهتم بيه زي الاب والام. هي دي بس مشكلتي. ممكن اموت واسيبه. هي دي مشكلة. كل أب وأم شفناهم وقفوا ورا أولادهم صنعوا منهم أبطال، أثبتوا لنا إن مع الحب مفيش مستحيل. وفي زحمة الدنيا لازم نكتب لبعض ونصارح بعض بالمشاعر اللي ما بتجيش فرصة عشان نظهرها. بتعلمنا نوع جديد من الحب، إنك إزاي تحب حد أكتر من نفسك وتديله كل حياتك لمجرد إنك تشوف ابتسامة على وشه وتشوفه ناجح. أنا بحس إن اللي أنتوا بتعملوه ملهم لينا جدا. أنا لما ببص في عينيكم بحس إن أنا لازم أكمل. فأرجوكم استمروا، إنه مفيش أصلا حاجة اسمها طفل نورمال، مفيش حاجة اسمها طفل عادي. هو كل طفل كنز. أنا دايما يا أحمد شايفاك بطل من غير أي حاجة. وكمان أنا اتعلمت منك يا أحمد حاجات عمري ما أي حد علمها لي. شكرا على كل لحظة حلوة ووقفكم معايا. شكرا على الخير اللي اتعمل معايا. أمنية حبيبتي، بحبك قوي 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 من أول لما شلتك بإيدي ورأس قلبي، والله بحبك. أنا بحب ماما قوي، بابا قوي. كل الكلام اللي مكتوب ده لما بتتفرج على حكاية حلوة وتشدك بتيجي في وقت بيبقى البطل انت خايف عليه، لكن لما البطل بيكمل وبيحاول وبيصدق ويقع ويقوم ويقع ويحاول تاني وينجح بيتحول في النهاية لشخص ملهم انت محتاج زيه في حياتك. ده اللي انا اتعلمته من كل اب وام هنا في الثلاث ايام. طول ما هم مصدقين في اولادهم هيفضلوا هم الابطال في حكايتهم.